الإحسان وحلاوة التهليل في الأزمان وسعادة تكسو القلوب بسحرها. قوموا لندخل روضة الرحمن. يا فرحة الإيمان في الإنسان وحلاوة التهليل في الأزمان وسعادة تكسو القلوب بسحرها. قوموا لندخل روضة الرحمن. كل الحياة هدية الوهاب والخير مبسوط بلا أسباب. سبح وكن في أسرع الطلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهد الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، طبعا احنا مستمرين بتوزيع السلة الرمضانية المباركة على العوائل المحتاجة وخاصة عوائل شهداء الحشد والأيتام والفقراء والمعوزين. اليوم هي محطتنا محافظة البصرة. اليوم صبحنا على أهلنا الطيبين من أهالي البصرة الكرام، جئنا لهم بسلة غذائية مكونة من المواد اللي شاهدونها أمامي، حتى نستطيع مساعدة العوائل الفقيرة وخاصة شريحة الأيتام والفقراء والمحتاجين. طبعا تجولنا في محافظة البصرة في الأحياء الفقيرة، الأحياء اللي تفتقر إلى أبسط المقومات، وجمعنا أعداد كبيرة من هؤلاء العوائل، فإن شاء الله راح نصطحبهم إلى هذه الحسينية المباركة، جامع وحسينية السيدة رقية اللي فتحت أبوابها من وقت مبكر، يعني من السحور كادر العمل متواجد هنا. بالرغم يعني كان سوء الأحوال الجوية، فإن شاء الله وصلت السلات الغذائية، وإن شاء الله ننتظر الآن باصات صغيرة راح تنقل العوائل إلى هذا المكان، جامع وحسينية السيدة رقية. شكرنا وتقديرنا إلى خدام الحسينية اللي فتحوا الأبواب من وقت مبكر، وإن شاء الله شكرنا وتقديرنا إلى كافة من سهل أمورنا في برنامج القلوب الرحيمة، ونشكر الأخوة المساهمين والمتبرعين في برنامج القلوب الرحيمة. حلقتنا لهذا اليوم، تعرفون طبعا سلة رمضان تكون برعاية ناس مؤمنين، ناس طيبين دائما يساعدوا العوائل المحتاجة في هذا الشهر الفضيل. اليوم المواد الغذائية اللي يشاهدونها أمامي مقدمة من الحاج أبو غيث الدبيسي من العراق بغداد، دعواتكم إلى بالخير والصحة والتوفيق. اليوم الوجبة الأولى راح نوزع 100 سلة غذائية. عندنا لحوم عجل كبير مقدم من الأخ أبو عبد الله والمؤمنين من الخليج، وأيضا 2 خروف أغنام مقدم من الحاجة أم فاطمة من العمارة حي المعلمين القديم، ولدينا بيض المائدة مقدم من الحاجة أم جاسم التقي من دولة الكويت، وأيضا اليوم مساهمة من عائلة المرحوم الحاج إبراهيم البطاط اللي هي من عطارية بهارات البطاط من أهل البصرة، طبعا المحل مالهم بشارع أبو الأسود. الرجل قدم لنا 200 حصة من هذه مشكل بها يعني أنواع مخلل العوائل، فاليوم أيضا راح نوزع مع هذا السلة. شكرا وتقديرا لكافة المساهمين في حلقة هذا اليوم من برنامج القلوب الرحيم. إذن أعزائي المشاهدين، فاصل ونتواصل وسلة رمضان. وسعادة تكسو القلوب بسحرها. برنامج القلوب الرحيمة الذي يأتيكم من على شاشة قناة المهدي الفضائية يبارك للمسلمين عامة ولشعبنا العراقي العزيز حلول شهر رمضان المبارك، داعينه جل في علاه يتقبل صيامكم وقيامكم وخالص أعمالكم الإيمانية، ويتواصل معكم على سفرة رمضان في تقديم كل ما يجود به المحسنون من خيرات الباري سبحانه لإفطار الصائمين وإغاثة المحتاجين. كادر برنامج القلوب الرحيمة يتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لكل الخيرين والمحسنين
الذين ساهموا بشكل فعال في إعداد وتهيئة السلة الرمضانية، والتي نبتغي جميعا من هذه الأعمال الإنسانية مرضاة الله سبحانه وكسب الأجر والثواب ومساعدة الفقراء والأيتام والمتعففين وإسعادهم وزرع الابتسامة على وجوههم. فكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هبا. رمضان مبارك وصيام مقبول. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج، بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. وسعادة تكسو القلوب بسحرها. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام 2 شهر متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها، كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. وحلاوة التهليل في الأزمان. من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلام. مشاهدين شاهدوا عملية دخول أخواتنا أمهات الأيتام والفقراء والمحتاجين في محافظة البصرة. طبعا الآن هم جالسين معنا في هذه الحسينية، وإن شاء الله راح نوزع المواد الغذائية اللي تقدمت من الناس المعطاءات، أيادي أصحاب الأيادي الكريمة اللي دائما يسعون ويقدمون عمل الخير في هذا الشهر الفضيل. طبعا اليوم سلتنا مثل ما قلنا تحتوي على كل المواد، احنا وضعناها هاي الكيس. طبعا يحتوي الكيس على 11 مادة أساسية في شهر رمضان، وأيضا خلينا اللحوم هنا بالعلاقة مع التمن اللي هو الرز هنا، وأيضا بهارات حتى يتمكنون يشيلونها، وأيضا كل سلة وياها طبقات بيض. فدعواتكم اليوم للناس المتبرعة، الناس اللي دائما تقف مع الفقير مع المحتاج في هذا الشهر الفضيل. طبعا شهر رمضان يمتاز عن الأشهر البقية، لأن هو شهر فضيل، شهر الخير، شهر البركة، شهر الطاعة. الغني والفقير، الغني راح يشعر بأن الفقير طبعا من يجوع، الغني راح يشعر به، وعلى كل غني أن يساهم في سلة رمضان المباركة. يعني شهر رمضان هو شهر الصبر، يعني خلي واحد شلون يصبر على الجوع على العطش على. فالغني لما ما يشعر بالفقير جوعان وعطشان وهو يقدر على شراء السلة وذاك ما يقدر، فعليه بهذا الشهر الفضيل أن
يصير تساوي مساواة يعني بين الغني وبين الفقير. وهاي يعني احنا نشاهد قلة من الناس يساهمون في هذه البرامج الخيرية. اللي يساهم هو إن شاء الله أجره يحصل على أجر إله يعني مو لغيره، واللي ما يساهم بعد هو ورب العالمين. طبعا يؤسفنا كبرنامج القلوب الرحيمة من نجي لمحافظة البصرة، إذا نبحث عن إحنا نجيب الناس طبعا من أحياء فقيرة، أغلبهم من بيوتهم من تشينكو ومن صفيح، يعني ناس تعبانة جدا. صح هي البصرة أم الخير، أم النفط، أم الغاز، أم النخيل، أم المواني، أم الكهرباء، كل شيء بيه، لكن بنفس الوقت يعني حوالي 60% منهم ناس بسطاء جدا ويعيشون تحت خط الفقر. أغلبهم من بيوت متجاوز عليها يعني حواسم نسميها بالعامية بيوت فكلهم فقراء وكلهم أصحاب عوائل، ومنهم يعني زينهم إذا يشتغل بالشهر 3 أيام 4 يحصل له فد 100,000 دينار وراتب الرعاية، هذا ما يسد رمق العائلة. الدكتور يحتاج 300-400، المريض من يجيب، عنده سحب مولد أو أشياء أخرى، أمور اجتماعية، فما يكفي الراتب. فالمهم إحنا من نجي نجمعهم من نروح هناك ما نعرف منه الغني منه، فإحنا أكو ناس نتعامل وياهم طبعا، ناس ثقات يجمعون العوائل الفقيرة، يجمعون الأيتام، فلازم نجيبهم حسينية. فلوحظت في الأوان الأخيرة يعني أصحاب الحسينيات الله يحفظهم والله يخليهم، يعني مو الكل، البعض منهم مخليها للأعمال التجارية، يعني يتربص وين أكو فاتحة يأجرها باليوم 500,000 دينار وغداء وعشاء من الفاتحة. فمن نجي نطلب منهم حسينية يطلعوننا 100 عذر. أنتم شايفين حسينية يرممونها بشهر رمضان، هذا الشهر الفضيل، غير الناس تتعبد بيها ليلة القدر، والله عندنا بيها صيانة، زين هي مطعم وانت مسويها صيانة بشهر رمضان، هذا واحد. الحسينية الثانية تقودها امرأة، والله خاف يخربوها، والله خاف مدري شنو، احنا نأجرها يا بأيتام وفقراء، والله احنا الحسينية عايشين عليها نأجرها. زين انتم مو قاعد يوميا تدقون بالبيبان تجمعون فلوس من الناس، يعني كل واحد وتحمل اسم، اسم امام معصوم او اسم عمي والله عظيم، يوشيلون هاي الاسماء احسن لكم وهواي افضل. اليمه ما كانوا هيك ولا كان هذا منهجهم، فنتمنى تراجعون حساباتكم، تراجعون. واحده من الاخوات انا هسه اقوم تحكي لكم بالتفاصيل، خطية 3 أيام تركض وصايمة تريد حسياب، احنا ايتام وجايين. واحدة منها تقول لها ايه اعطونا الموال الغذائية احنا نوزعها، احنا عندنا نعرف ناس ايتام، احنا نتعامل مع مؤسسات كل واحد بياناته مسجل، ايش قد عنده اطفال ايتام، ايش قد عنده فقراء، ايش قد عنده مو الشكل، ويجيبونا احنا نعطي هاي السلة الرمضانية، انه بنعطيها لابو الحسين ياخذها، انت ما تكفيك الفواتح، تريد اكو امثال هواي كثيرة. فعمي من هذا المنطلق يعني احنا كقناة المهد الفضائية عندنا مشروع، وعندنا اخونا انسان طيب من دولة الكويت، اذا واحد يتبرع صدقة جارية ارض لكن نريدها مركز المدينة نعملها حسينية ونفتحها ليل نهار مجانا للعند فاتحة للعند مولود، فاللي يحب من عبر هذا الشاشة المباركة قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يتصل علينا، ريد حسينية مهما تكون المساحة مالتها، وأكو شخص يريد يتبرع ببناء حسينية. فمناشدتي يعني للناس الطيبة أهل البصرة اللي يريد صدقة جارية لكن نريدها مركز المدينة، يعني فيها خدمات حتى نشيد هاي الحسينية ونخليها مفتوحة 24 ساعة للناس اللي محتاجة، حتى نعمل بها محاضرات ونجيب خطباء يعني ناس معروفين، ومفتوحة للجميع، حسينية الجميع، وإن شاء الله تسمى حسينية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرنا وتقديرنا الخادم هذه الحسينية وجامع سيدة رقية في حي الكفاءات في محافظة البصرة اللي فتح أبوابها للمرة الثانية، هذا الرجل الطيب نتمنى له الخير والصحة والتوفيق، والله إن شاء الله ينطي طولة العمر لخدمة المذهب وخدمة العوائل الفقيرة. إذن أعزائي المشاهدين راح نروح فاصل ثم نتواصل وبرنامج القلوب الرحيم.
كنورك بان وضياؤك عم الأكوان. في رحاب الله أتلو بالآيات دعاء رجاء صوما وصلاة، والنفس إليك تهفو للزكاة، فأنت الطريق لبر الأمان. برنامج القلوب الرحيمة الذي يأتيكم من على شاشة قناة المهدي الفضائية يبارك للمسلمين عامة ولشعبنا العراقي العزيز حلول شهر رمضان المبارك. داعينه جل في علاه يتقبل صيامكم وقيامكم وخالص أعمالكم الإيمانية، ويتواصل معكم على سفرة رمضان في تقديم كل ما يجود به المحسنون من خيرات الباري سبحانه لإفطار الصائمين وإغاثة المحتاجين. كادر برنامج القلوب الرحيمة يتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لكل الخيرين والمحسنين الذين ساهموا بشكل فعال في إعداد وتهيئة السلة الرمضانية، والتي نبتغي جميعا من هذه الأعمال الإنسانية مرضاة الله سبحانه وكسب الأجر والثواب ومساعدة الفقراء والأيتام والمتعففين وإسعادهم وزرع الابتسامة على وجوههم. فكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هباء. رمضان مبارك وصيام مقبول. هلا هلالك نورك بان وضياؤك عم الأكوان. يا نور الهدى يا ضي الدروب، شهر المكرمات منير القلوب، راجيا لذاتي كي تمحى الذنوب، إليك إلهي طالب الغفران. رمضان 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 يا وضياؤك عم الأكوان. هلا هلالك نورك بان وضياؤك عم الأكوان. في رحاب الله أتلو بالآيات دعاء رجاء صوما وصلاة، والنفس إليك تهفو للزكاة، فأنت الطريق لبر الأمان. رمضان. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل، وأيضا طبعا احنا اليوم اللي يقدم عمل خير الناس ما تنسى بالدعاء بقراءة سورة الفاتحة بثواب أمواته. فإحنا اليوم راح نذيع أسماء المرة الثانية، أذيعهم أنا حتى الأخوات يقرون سورة الفاتحة بثواب أمواتهم. طبعا المواد الغذائية اللي نقدمها لكم هي مقدمة من أبو غيث، الإنسان الطيب اللي دائما يتفقد الفقراء، يتفقد الناس المحتاجة سنين، وهو يعني مواظب على عمله في تقديم المعونات وخاصة المواد الغذائية للناس المحتاجة. تقرون سورة الفاتحة بثواب والده حج جبار وبنته المرحومة فاطمة وذوي أهله، يعني يريد الرجال بس يقول يترحمون له، وإن شاء الله نبيض وجوهنا في هذا الشهر. فلا تنسون قراءة سورة الفاتحة بثواب أمواته. الرجل الطيب أبو عبد الله والمؤمنين من الخليج، طبعا اليوم هو اللي ذبحنا عجل يعني من مبلغهم إن شاء الله. وكذلك تقرون سورة الفاتحة بثواب أمات الحجية أم فاطمة، فاطمة من العمارة ذبحنا خروفين أيضا، فأيضا صارت مع اللحوم. تقرون سورة الفاتحة بثواب والدتها وثواب أهلها، طبعا فاطمة عندها 4 شهداء أو 5، تقرون سورة الفاتحة بثوابهم ولا تنسونها بالدعاء في هذا الشهر الفضيل. كذلك طبعا البيض مقدم للحجية أم جاسم التقي من دولة الكويت، ايضا تقرون سورة الفاتحة بثواب امواتها والصحة والعافية لها. ولا ننسى سيدنا الغالي سيد احمد اللي قدم لكم بهارات البطاط، معروفة عندكم بالبصرة بشارع ابو الاسود، قدم تشكيلة من البهارات بثواب والده سيد ابراهيم. تقرون سورة الفاتحة بثواب سيد ابراهيم البطاط.
ونتمنى كل الناس كلها تصير مثل سيد أحمد، مثل أبو غيث. بإذن أعزائي المشاهدين سوف نقوم بتوزيع السلة الرمضانية على العوائل إن شاء الله، وما ينسون الناس اليوم اللي يساهموا في حلقة هذا اليوم بالدعاء إن شاء الله وقراءة سورة الفاتحة. إذن كونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيمة وسلة رمضان. يطوف هلالك وسط السماء يزينها بالهدى والسنا، فمرحا بك اليوم من زائر أتانا. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. حللت فأهلا هلال الصيام، من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلام. فمرحا بك اليوم من زائر أتانا، فطوبى لنا باللقاء أتانا، فطوبى لنا باللقاء. الله يا أعزائي المشاهدين، تشاهدون طبعا انسيابية التوزيع المواد الغذائية على الناس الطيبة اليوم اللي أهل البصرة، الأيتام، الفقراء. الآن معي طبعا الحجية الطيبة أم داود. حجيتنا السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم إن شاء الله. الحمد لله. حجية، شوفين اليوم شهر رمضان والأسواق مرتفع، الأسعار، اللحم غالي، الدجاج غالي، السمك، يعني بالبصرة هم هيك الأسعار؟ نفس الشيء، كلها مرتفعة الأسعار، والسنة أزيد يعني. أيوه. يعني الفقير والمن هو إله؟ الله رب العالمين والناس الخيرة والناس التوفيق. اليوم شو تقولي للناس الطيبة اللي ساهموا بهاي سلة رمضان؟ أشكرهم، هواي أشكرهم، الله يوفقهم، الله يكرمهم من خير الدنيا والآخرة، الله يرحم موتاهم، والله يزيدها عليهم إن شاء الله ويطول عمرك. اليوم الناس اللي يشوفين هذول وياك العوالي الأيتام، والله اليوم الحمد لله فرحة وبهاي المبادرة الطيبة وبهاي المواد الغذائية. النسوان اللي شفتين معاك النساء ذني خواتنا. أي والله. شنو أيتام؟ أيتام وفقرة. والله عند عائلة بالحسين ما عندهم لا ثلاجة ولا طباخ. أي والله العظيم بالحسين، والله يوفقكم ويوفق الناس الطيبة، الله يرحم موتاهم ويزان حسناتهم إن شاء الله. المؤمنين من شرح الله والديك. شكرا شكرا. حتى ننال النعيم بحسن الوفادة يوم الجزاء، بحسن يوم الجزاء. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام، ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا عملية توزيع المواد الغذائية واللحوم وبيض المائدة على العوائل اليوم المتواجدة ويانا، وكانت معانا 110 عائلة. 110 عائلة اليوم حصلوا على مواد غذائية بفضل الناس الطيبة وبفضل الناس المؤمنة وبفضل الناس اللي دائما يساهمون في برامج القلوب الرحيمة وخاصة في مشروع افطار صام.
شكرنا وتقديرنا إلى الحاج أبو غيث الدبيسي من العراق بغداد، ومثل ما قلنا اليوم يهدى ثواب هذه السلة الرمضانية بثواب أمواته، وشكرنا وتقديرنا للحاج أبو عبد الله والمؤمنين من الخليج، أيضا تقرون سورة الفاتحة بثواب المؤمنين اللي ساهموا في هذه السلة المباركة. كذلك شكرنا وتقديرنا إلى الأخت أم فاطمة من العراق ميسان حي المعلمين، اللي طبعا أبو عبد الله قدم عجل كبير وكذلك 2 خروف ذبحنا أيضا مع هذه اللحوم، قدمنا لهذه العوائل. وأيضا شكرنا وتقديرنا إلى الحاجة أم جاسم التقي من دولة الكويت اللي قدمت أطباق البيض، وشكرنا وتقديرنا إلى سيد أحمد البطاط بهارات البطاط اللي كان في محافظة البصرة، ويهدى ثواب هذا المادة بثواب السيد إبراهيم البطاط الله يرحمه. أعزائي المشاهدين، احنا مستمرين إن شاء الله في توزيع سلة رمضان المباركة على العوائل في ربوع عراقنا العظيم. نتمنى المساهمة الجادة في هذا البرنامج من أجل إسعاد العوائل الفقيرة، وأيضا نعينهم نقدم لهم العون ومساعدة في هذا الشهر الفضيل. الأرقام اللي راح تظهر على الشاشة فقط مخصصة للمساهمات والتبرعات إلى برنامج القلوب الرحيمة. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيم. قلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية 00964780100112، أو على الرقم التالي 00964770576646، أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي 00964780500525. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. يطوف هلالك وسط السماء يزينها بالهدى والسنا، فمرحا بك اليوم من زائر أتانا، فطوبى لنا باللقاء أتانا، فطوبى لنا باللقاء. سبحانك يا الله.